أدخلوا الجنة بسلام. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الطريق اسمع: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، من أسلم سلم، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه، اسمع واسمعي، كف عليك هذا. قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث صحيح، هذا هو الطريق، لكن في الطريق عقبات. نعم عقبات، فتن وشهوات، لأن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هل يتجاوزونها؟ نعم يتجاوزونها إذا عرفوا ثمن الثبات. قال الله: قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من هم أصحاب هذه المنازل وهذه الدرجات الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار؟ صفاتهم: الصابرين بقلوبهم، والصادقين بأرواحهم، والقانتين بنفوسهم، والمنفقين لأموالهم، والمستغفرين بألسنتهم. اللهم اجعلنا منهم ومعهم. اسمع الطريق: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. اعلم أنه إذا عرف الثمن هانت العقبات، إذا عرف الثمن هانت العقبات. أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربنا، فأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هنيئا لمن أضحى وألف حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تغيبه. أيها المشتاق للقاء في جنات النعيم، ليكن بيتك الخلوة وطعامك الجوع وحديثك المناجاة،
فإما أن تموت بدائك وإما أن تصل إلى دوائك. أخيرا أحبتي، ها نحن في بيت الله التقينا، وأوشك اللقاء على النهاية. سنفترق في دروب الحياة، وكلنا أمل ورجاء وحسن ظن بالله أن يكون الملتقى الجنة. لئن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون، فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون.